نشوف الحالة الأولى اللي هي الهدف الأول للنادي الأهلي، ونشوف لحظة بداية اللعب، ونشوف موقف اللاعب ولحظة لمس الكرة من الزميل. محمد شريف النهاردة سجل هدف صحيح للنادي الأهلي، وهنا هنشوف. بس كابتن، دي حالة من الحالات السهلة جدا جدا كابتن أيمن، بنتكلم على تمركز الحكم المساعد. لابد يكون في تمركز مع آخر تاني مدافع، ويكون في ربط لحظة اللعب ولحظة الموقف التسلل. عندنا هنا اللاعب هنا سهلة، لعبة سهلة جدا جدا جدا، ان هو اللاعب الأقرب للحكم المساعد اللي هنا هو ده اللي المغطي، ويمكن مش محتاجة الفار ولا حاجة، ولكن هو واقف صح، ولكن والخطوط بتاعت النجيلة كمان. كابتن أسامة، أنت بتتكلم ده الكلام ده احنا بنقول للحكام استخدم خطوط الملعب في ضبط التسلل. صح، ودي حالة من الحالات السهلة. نشوف النهاردة الفار النهاردة أكد على صحة الهدف، وبقول إن ده خطأ يعني صعب جدا كحكم كبير تقع في هذه الحالة السهلة. هو ممكن ما يرفعش كان ويسيبها للفار؟ لا، ما هو لازم ياخد قرار. هو لازم ياخد قرار بالظبط كده. هو خلى اللعب يتواصل، خلى اللعب يتواصل. هو أصلا ليه رفع أساسا؟ أنت عارف اللي أنا بسأله. لا، هو رفع بعد اللعبة كابتن أحمد، يعني خلى اللعب يتواصل في الآخر، والهدف جه، وهو دوت البروتوكول. يعني بتعمل حاجة اسمها ويت أند سي، أو بتعمل ديلي للقرار. هو عمل دليل القرار، ولما حصل بعد الهدف راح اشار بالقرار اللي هو كان واخده في الحاله الاولى. ولكن بقول من فضلك لابد انك تربط كويس قوي بين لحظه لمس الكره وموقف التسلل. دي الحاله الاولى، ونقول لحكام مساعدين حاله سهله ولكن اخطا فيها الحكم المساعد رقم واحد.